غادرت النجمة الكويتية فرح الصراف السعودية بعد حضورها فعاليات الرياض، ووثقت فرح لحظات مغادرتها عبر حسابها الخاص على سناب شات، حيث شاركت متابعيها عددا من الصور والفيديوهات، مشيرة إلى أنها حزينة لمغادرتها السعودية، لكن الرحلة من الرياض إلى الكويت لم تمر على ما يرام، حيث تعرضت فرح لموقف صعب على الطائرة. أنا طاقتي وايد حلوة الحمد لله، قمت من النوم أخبار حلوة أشياء حلوة، وايد ودي شارككم بس وايد قريب راح أقول لكم شنو الموضوع. ويلا نبلش تأليف، يلا بلشوا كومنتات. هقول شنو شنو في شيء جاي، شنو رحتي علي؟ هاي تبي تلعب تبي تلعب؟ دقيقة 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 دقيقة، أعطني مجال أعطني مجال، لا 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 يلا أختي سيارة. وأشارت فرح إلى أنها تخاف ركوب الطائرات لكنها تضطر إلى السفر دائما بسبب طبيعة عملها، وبعد وصولها إلى الكويت توجهت لحضور حفل النجمة اللبنانية إليسا وأعربت عن سعادتها البالغة في الحضور. وكانت فرح قد دعت في وقت سابق المواطنين بالحضور لمتابعة فعاليات موسم الرياض، مؤكدة أنه شيء يفرح القلب. وقالت فرح في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: الرياض مو غريبة عليكم لأقول هذا الكلام، فأنا قعدت هنا أكثر مما قعدت في الكويت خاصة في هذه الفترة. أمانة اليوم بالمربع كانت وناسة، ليتكم كلكم تروحون وتشوفون هذا البلد وهذه التطورات اللي حاصلة فيها وهذه الفعاليات اللي بتصير، أنا جدا متحمسة. وتابعت: توني اليوم بلشت باكر، عندي حفلة إليسا ويوم السبت بروح وينتر وندرلاند، أنا وايد بخاطري الكل يروح يشوف الجو والناس كيف كثير مبسوطين. وأضافت فرح: طبعا سعيدة شلون الدولة قاعدة تدعم شبابها من أول ما أدخل، كل شيء الأكشاك والبرندات وكل صغير وكبير يلي يشتغلون سعوديين يعني عمار، بصراحة شيء جدا يفرح القلب.